السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله متابعين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة، كتاب جيم، كتاب باي بيت، كتاب المعاصر. الفيديوهات موجودة على القناة. إن شاء الله هناخد مع بعض دلوقتي اكسرسايز تدريبات أون لانجويج على الجزء الخاص بالجرامر واللغويات من الوحدة الثانية بتاعتنا على الدرسين الثالث والرابع من كتاب المعاصر 2024 للعام الدراسي الجديد. الوحدة التانية بتاعتنا بعنوان It's my favorite subject، انها مادتي الدراسية المفضلة. ونحل مع بعض صفحة 93 و94. واول سؤال معايا هنا بيقولي My mother wants to buy meat، مامتي تريد ان تشتري ميت اللي هو الايه اللحوم. So لذلك she went to the، هتروح لفين عشان تشتري اللحوم؟ butcher، butcher اللي هو الايه الجزار، ولا butchers ده اللي هو المحل نفسه بتاع الايه محل الجزارة، ولا بوتشارز دول اللي هم الجمع بتاعها الجزارين، ولا بوتشارز دي الجمع الملكيه، حاجه ملكيه للجزارين. تمام، يبقى انا عايزه اقول هي راحت لمحل الجزاره. بجيبها ازاي؟ انا عندي هنا كلمه بوتشار اللي هو الجزار نفسه، بحط لها لابوستروف اس، الملكيه بتدي لي المكان، يبقى بوتشارز محل الجزاره. رقم 2 A و B، A بيسأل و B بيرد عليه. A بيقوله What is your not favorite subject، ايه هي المادة المفضلة او بالنسبة لك؟ قال له بالنسبة لها، قال له she likes science، ده هي بتحب الايه بتحب العلوم. المادة المفضلة بالنسبة لأختك، قال له هي بتحب الايه بتحب العلوم. يبقى هنا ايه What is your، المادة الدراسية المفضلة لأختك. سيستر هنا الأخت فقط من غير اس الملكية، سيسترز ديت الأخوات البنات، يبقى هنا أخت واحدة وهنا الجمع بتاعها. سيسترز المادة الدراسية المفضلة لأختك، هنا اس الملكية لأخت واحدة وهنا اس الملكية للإيه دي سيسترز اللي هما الأخوات. وطالما عندي الجمع بينتهي بالاس بكتفي بالابوستروف فقط. تمام، يبقى هنختار هنا سيسترز فيفوريت سبجكت، المادة الدراسية المفضلة لأختك. رقم 3 The not are جودي and علا، جودي وعلا دولت ايه؟ هم اسمائهم، عايزين نقول اسماء البنات. يبقى انا عايز اكتبها ادي كلمة ايه، كلمة girls اللي هي البنات، وبحط لها لابوستروفي الاس، وبعد كده كلمة names، girls names هنا مفيهاش اس الملكية، girls names هنا اسماء البنات، girls names ده اسم البنت واحدة، girl names مفيهاش اس ملكية، يبقى نختار الاختيار الايه التاني اسماء البنات. بعد كده بيقول لي هنا ايه This is the note bag، دي حقيبة مين؟ She likes it very much، هي بتحبها كتير جدا. دي حقيبة البنت، البنت اللي هي ايه اللي هي girl اللي هي البنت. عايز اقول حقيبة البنت، يبقى هنقول ادي كلمة girl وحط لها الابوستروفي الاس. هنا girls دي حقيبة بنات، حقيبة للبنات، وبيقول لي this is، وهنا طالما قال لي شيء يبقى بيكلمنا عن مفرد. جيرلز دي حقيبة بنت، جيرلز دي بنات، جمع جيرل دي بنت مفرد، يبقى هنختار الاختيار الايه، نختار الاختيار الثاني. بعد كده بيقول لي هنا رقم 5 these are my not jackets، دي الجواكت بتاعت my ايه، they يعني هم go to the same school، هما بيروحوا لنفس المدرسة، بيكلمنا عن الجامعة. brother ده اخ واحد، brothers دول اللي هما الاخوة، brothers ده اللي هو ملكية او ملك الاخ واحد، طبعا هو بيقول لي جواكت وبيقول لي ذي. عايز اقول كمان هنا brothers اللي هما الاخوة منتهية بالاس، دي من الجموع اللي بتنتهي بالاس، فبكتفي بالابوستروف فقط للملكية، يبقى هنختار هنا my brothers jackets، يبقى دي الجواكت بتاعت اخواتي ذي، عشان كده جبت brothers جمع وضفت لها فقط لابوستروف. رقم 6 this dress not نهى، الفستان ده عايزين نقول ايه بيخص او ملك نهى، belonging، فالاي ان جي belongs فيها الاس، belong في ده مصدر ما ينفعش مع نهى، او this dress ما ينفعش مع الفستان، ولا belongs to، belongs to طبعا فيها الاس لان اصلا الفستان مفرد وبياخد معها حرف الجر تو، يبقى belongs to بمعنى يخص نهى، الفستان ده بيخص ايه، يخص نهى. يجي بعد كده السؤال رقم 7 there are not the not notebooks، notebooks اللي هي الايه الايه الكراسات. there are not the، مفيش هنا او يوجد او لا يوجد كراسات للاطفال. انا عندي كلمة children من الجموع الايه من الجموع الشاذة، هنا children فقط من غير الملكية، childs اصلا جميع لي كلمة child بالاس وهي بتتجمعش كده، جمعها children، children
وفيها الابوستروف اس دي كراسات لطفل واحد. احنا بنقول they are يعني يوجد، عايزينها بنتكلم عن حاجه جمع كراسات الاطفال، يبقى هنا الاطفال هنا children اللي هي الاطفال، وبعد كده الابوستروف الاس، وجايب لي هنا كلمه children's جمعها بالاس وهي اصلا ما بتتجمعش بالاس، يبقى الجمع بتاعي بتاع كلمه child اللي هي الايه children، تمام. وعايزه هنا احط لها للملكيه من الجمله الشاذه بحط لها الابوستروف اس عادي، يبقى ده الاختيار الصحيح. رقم 8 did you find the نقط كي، لقيت مفتاح الباب. انا بتكلم عن جماد وفي الجماد ما بستخدمش اس الملكيه، يبقى كل اللي فيه اس ده مستبعد، هنختار على طول دور كي يعني المفتاح بتاع الايه الباب. بيقول له انت لقيت المفتاح بتاع الباب. رقم 9 whose bag is this، ملك من هذه الحقيبه. قام قايل له اتس دينا دي ودينس هنا، ولا دينس هنا فيها الاس اصلا دينا ما بتتجمعش، ولا دينس برضو الاسم ما بتجمعش، تمام. وهنا دينا بس من غير الملكيه، يبقى هنختار هنا دينس دي ملك مين لي دينا اللي فيها اس الملكيه. رقم 10 هي بوت ان هو اشترى ايه كمبيوترز سكرين، وعندي هنا كمبيوترز سكرين وكمبيوتر سكرين وكمبيوتر سكرين هنا في الجمع. هو اشترى شاشه للكمبيوتر ا، طالما ا عايزين هنا شاشه للايه للكمبيوتر. هو اشترى شاشه للكمبيوتر، احنا بنتكلم عن الجماد، الجماد ما بيختارش اي اس ملكيه خالص، يبقى عايزين نقول شاشه للكمبيوتر، مش هيبقى شاشه للكمبيوترات، لا شاشه كمبيوتر، يبقى كمبيوتر سكرين. هو اشترى شاشه ايه شاشه كمبيوتر. بعد كده صفحه 94 هنا السؤال رقم 11 this نقط تيل از بلاك، تيل اللي هو الديل، بلاك يعني لونه اسود، عايزين نقول ديل القطه بيكون اسود. كانت القطه فقط من غير الاس الملكيه، هنا فيها اس الملكيه، هنا ديل القطط ما ينفعش ديل لقطط كتير لجمع، ولا كاتس هنا جمع من غير اس الملكيه، يبقى ديل القطه از بيكون بلاك لونه اسود. رقم 12 وي ويل ميت ات 6 ان ذا، احنا هنتقابل الساعه 6 فين؟ كار بارك ولا كارس بارك ولا كارس بارك ولا كار باركس، احنا بنتكلم عن الموقف بتاع الايه السيارات او في موقف السيارات، يبقى هنا مش عايزين ناخد معاها الاس الملكيه لاني بتكلم عن جماد، يبقى كار ايه كار بارك. رقم 13 اي نيد تو جو تو ذا، انا محتاج ان انا اذهب الى ايه تو باي سامبرد عشان اشتري بعض من الخبز. هروح لفين عشان اشتري خبز؟ هروح لبيكرز، هروح للمخبز، ولا بيكرز اللي هم الخبازين ديت الايه الجمع بتاع بيكر، ولا بيكر ده خباز واحد، ولا بيكرز ده اس الملكيه للخبازين، لكن انا بيكون عندي هنا كلمه بيكر او اللي هي الخباز وبضيف لها الابوستروف اس بتجيب لي المكان نفسه، يبقى المخبز نفسه يبقى بيكرز. بعد كده الجزء اللي هو الخاص بتصحيح الخطا، جايب لي هنا عندي 10 اسئله لتصحيح الخطا. اول سؤال بيقول لي هنا ايه this is، هنا السؤال رقم واحد بيقول لي this is my grandparents house، ده منزل مين؟ منزل اجدادي. طيب يبقى انا هنا الاجداد اللي هما grandparents، انا عايزه هنا احط لها الابوستروف اس فقط، يبقى هعملها ازاي؟ يبقى هنا عندي كلمه grandparents ادي اللي هما الايه الاجداد، وبعد كده بحط لها الابوستروف الايه الاس، يبقى grandparents اللي هما الاجداد وبحط لها الابوستروف الاس. رقم 2 my sister goes to a girl's school، اختي راحت لي مش مدرسه بنت، عايزين نقول مدرسه بنات، يبقى انا عندي هنا كلمه girls اللي هي البنات وبعدين بحط لها لابوستروف في مدرسه بنات. رقم 3 when shoes are these، قال له هنا they are عليز، ده حذاء علي، طبعا عايز اقول ملك من، ملك من اسمها ايه؟ اسمها whose، ملك من هذا الايه الحذاء، قال له ده ملك العلي. هنا بيقول اتس داليز ان عزاز رولر، دي المسطره بتاعه داليا وايه وعزاز، لما بيكون عندي اسمين بحط اس الملكيه على الاسم الثاني، يبقى اول اسم مكتوب عادي ادي داليا وادي اند وادي عزاز، وبعد كده بحط لها اس الملكيه او الابوستروف الاس بتاع الملكيه ده في الايه في ثاني اسم. رقم 5 ذس از عليز فون، ده تليفون علي، اتس نيو ده جديد، عايزه اقول تليفون علي، تمام، يبقى ادي علي بعد كده بحط الابوستروف في الاس. رقم 6 I fixed the car's engine، انا
اصلحه هنا فيكسد يعني اصلحه انجين اللي هو المحرك. انا صلحت المحرك بتاع الايه بتاع السياره، يبقى هنا محرك السياره اصلا دي بتكلم عن ايه عن جماد ما بحطلهاش اس الملكيه، يبقى كار رقم 7. وي باي ميديسين ات ذا كيمست، احنا بنشتري الدواء من الايه عايزين نقول من الصيدليه، طبعا كيمست اللي هو الصيدلي، بقوم عامله ايه بقوم كاتباها نفسها ادي كيمست ادي اللي هو الصيدلي وحط لها الابوستروف الاس، ادتني المكان يبقى اسمها صيدليه، يبقى بشتري الدواء من الصيدليه. رقم 8 this is هالاز ويب سايت، ده الموقع الالكتروني بتاع هاله. انا عندي كلمه هاله ده اسم، الاسم ده ما بيتجمعش، عايزه احط له الملكيه بحط له ابوستروف اس ما بحطلوش الاس للاسم نفسه. رقم 9 هوز بن الذات، قال له ات از عاليز، ملك من، عايز اقول ملك من مش من، ملك من، قال له ملك علي يبقى هوز ملك من. رقم 10 ذيس ار ماي براذر سانجلاسز، ديت النضاره بتاعه الشمس بتاعه ايه بتاعه اخويا، نضاره اخويا، يبقى دي كلمه براذر اللي هو الاخ وبحط لها الايه الابوستروفي الاس.